الله تماودناكم مع القديم الحديث، وأيضا من أغاني الحب والوفاء للوطن، ومن أغاني أيضا العاطفة الجميلة الجياشة التي تكنونها لهذا المجتمع الذي نرجو بأن يحميه ربنا سبحانه وتعالى من كل عوامل الفتن.
نعم لبيك لبينا النداء يا نعم لبيك للدين شداء يا نعم لبيك لبينا النداء يا نعم لبيك للدين فداء ورسول الله خير المقتدى ورسول الله خير المقتدى ورسول الله خير المقتدى ورسول الله خير المقتدى وبحبل الله في طول المدى هذه هي بلادي في الحواضر والبوادي هذه هي بلادي في الحواضر والبوادي مهبط الوحي الأمين وأمان الخائفين فالمبادئ الخمس جوهر من شكر وحد الرؤيا ووجهات النظر فالمبادئ الخمس جوهر من شكر المهم اليوم إبعاد الخطر المهم اليوم إبعاد الخطر المهم اليوم إبعاد الخطر المهم اليوم إبعاد الخطر من رجع للحق بالحق انتصار واسلمي لي يا بلادي في الحواضر والبوادي اسلمي لي يا بلادي في الحواضر والبوادي مهبط الوحي الأمين وأمان الخائفين بعث المختار فيها واستدار زمن الأرض بتاريخ النبي أصلحوا الأخطاء والله المعين وانزعوا الشك بإثبات اليقين أصلحوا الأخطاء والله المعين وانزعوا الشك بإثبات اليقين نحن من دون البشر مستهدفين 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 مذ ضعفينا إمام المرسلين فاحفظ الله بلادي في الحواضر والبوادي فاحفظ الله بلادي في الحواضر والبوادي مهبط الوحي الأمين وأمان الخائفين كوكب الأرض عزيز في المدى وبلاد النور ترى
بني قومي يد تحمي الوطن من فئات قد تغذت بالفتن يا بني قومي يد تحمي الوطن من فئات قد تغذت بالفتن وتمادت بالعناد وسوء ظن وتمادت بالعناد وسوء ظن ما لها إلا العزيمة في المحن تحفظ الله بلادي في الحواضر والبوادي فاحفظ الله بلادي في الحواضر والبوادي مهبط الوحي الأمين وأمان هذه هي بلادي في الحواضر والبوادي